يا شمال، شمال يتقدم يلعب الكرة عرضية، ولا خلي يصير تركيز بالكرات والتحويلات. كرة تنقطع من جديد، ملعوب الى نشأت يسدد ولكن سهلة والحارس سبعتها الى ضرب ركلة. سهلة كانت، بالسلامة يا نشأت، بالسلامة يا أسود. اليوم المشكلة يعني هي سنغافورة تعني بيت الأسد، سنغافورة تعني بيت الأسد، يعني اليوم أسد مقابل أسد، أسود الرافدين مقابل سمال سعيد. سمال بيني لا نشأت، نشأت تتوغل، وكرة يخلصها حارس المرمى. اليوم يعني جميل في أداء المنتخب العراقي، الكرات الجميلة البينية من العمق من خلف المدافع. خروج حاسم من ليونيل لويس، شوفه بالإعادة مرة أخرى، نشأت والكرة أقرب لها كان حارس المرمى وتمكن منها ليونيل لويس، أنقذ مرمى من كرتين خطرتين اليوم. شوف نشأت وخروج حاسم من جديد، يلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء، عادت إلى علاء، علاء رأسية إلى يونس، يونس إلى علاء، علاء والكرة يخلصها من جديد حارس المرمى ويبعتها المدافع إلى ضربة ركنية. يلا شد في ساحة لعب المنتخب السنغافوري اللي متراجع إلى الخلف، علاء جول 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 للمنتخب الوطني العراقي بالدقيقة 5 من عمر شوط المباراة الثاني. قلنا نريد هدف مبكر، قلنا نريد هدف مبكر، وسجدة الشكر للاعبي أسود الرافدين منتخب العراق الوطني. تفضوها يا جماعة، هي من الأول المفروض يكون جول، جول لمنتخب العراق الوطني. كرة رأسية جميلة من علاء على يسار الحارس ليونيل بالدقيقة 50 من عمر المباراة، علاء عبد الزهرة يسجل الهدف الأول، وكنا نتمنى وكنا نتمنى نتمنى أن يكون هدف مبكر، والهدف الأول جاي ونبحث عن هدف أمان واطمئنان. سمار سعيد، أمير والكرة وعلاء، الله برا الملعب يا علاء، علاء وفرصة هدف ثاني تضيع المنتخب العراقي، علاء عبد الزهرة وفرصة هدف ثاني تضيع المنتخب العراقي. شوف أمير ارتدت من الحارس والمدافع يتدخل، محمد صفوان وينقذ مرمى من كرة خطأ. سمال سعيد، سعد عبد الأمير، سمال يلعب كرة طويلة، يونس وجول، هلا هلا جول، جول للمنتخب العراقي، جول للمنتخب العراقي، يسجل يونس محمود بالدقيقة 85 من عمر اللقاء، هدفين، هدف الأمان والاطمئنان، هدف الأمان والاطمئنان، هدف الأمان والاطمئنان، يسجل يونس محمود. شوف الكرة بالإعادة، سمال لعبها، هو سمال ولا يونس؟ سمال ولا يونس؟ والله يبدو سمال، يبدو سمال، كرة سمال ما حد مسها. نشوف الكرة، يونس 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 يونس، جول، جول للمنتخب العراقي، هدفين للمنتخب. بعد الكرة من محمد صفوان والمتابعة من محمد شايفل، شايفل يلعبها إلى البديل اللي هو محمد ذو الفهمي. كرة ترسل أمامية لصالح المنتخب السنغافوري، يعتمد على الهجمات المرتدة، يحاول أن يجد لسفرة لتقدم لاعب المنتخب العراقي. كرة أمامية للاعب خطير جدا اللي هو الكسندر دوريت. لاحظ الكرة الماضية كانت تسديدة قوية لكن حارس المرمى وبعد ذلك أيضا أبعدت، وصلت لمصطفى كريم وعد من الأول وسدد تسديدة لكن حارس المرمى تعلق. لويس ليونيل نجم سنغافورة اللي هو الكسندر دوريت، ويعتبر أكبر لاعب شارك في الجولة الأولى كلاعب مواليد 70، 41 سنة، 41 سنة أكبر المسجلين خلال الجولة بالنسبة للأهداف، يعني أكبر لاعب سجل أهداف في الجولة الأولى هو ألكسندر دوريتش. الحارس الصيني يانغ زي كان هو أكبر لاعب
محمد خليل لاعب منتخب الامارات في مرمى المنتخب الكويتي. نواف الخالدي كره ملعوبه، جول جول المنتخب العراقي، يتقدم المنتخب العراقي على عبد الزهره، كره ملعوبه واخيرا جاء الهدف، جاء الهدف وسجل العراق وتقدم العباس، وكرة راسية من نشأت وبعد ذلك راسية في المرمى، باصل علاها ونشأت هيها وراسية مثالية، هدف أول في المباراة للمنتخب العراقي في الدقيقة 50 من الأحداث هذه المباراة. علاء عبد الزهرة يتقدم المنتخب العراقي في الدقيقة 50 بهدف اللاعب علاء عبد الزهرة، هدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء. العراق واحد، هدف جاء في وقت مبكر بالفعل في اول خمس دقائق، جميل الهدف، ملعوب من باسل عباس عالية وعلى راس نشأة اللي هياها او ربما يكون اللي هيا مثنى خالد، لكن التهيئة كانت مثالية واجمل كانت في المرمى راسية من علاء عبد الزهرة، هدف للمنتخب العراقي. العراق واحد، توصل الكرة الآن إلى المنتخب السنغافوري، يحاول ألكسندر لكنها تبعد مرة أخرى لصالح المنتخب السنغافوري. المنتخب العراقي يتقدم بهدف، هدف مقابل لا شيء، هدف جميل، هدف ملعوب، هدف كان من باسل وتهيأت بعد ذلك راسية وعلى راس اللاعب لاعب المنتخب العراقي علاء عبد الزهرة ليعلن عن اول اهداف في المباراة، ويتقدم في الدقيقة 51 المنتخب العراقي بهدف، هدف ملعوب، هدف ضربة حرة مباشرة لعبها باسم عباس، تلعب كرة عالية، علاء يلعب الكرة عالية وبعدها خطرة، مصطفى داخل منطقة الجزاء، يلا يا مصطفى، الله بعدها خطرة، حلو يا مصطفى، يلعب الكرة عالية، يبحث عن الرئيسية، علاء راجع إلى يونس، إلى علاء، الله باسم يلعب الكرة عالية إلى نشأت يا علاء، جول، الله، أخيرا علاء، حلوين يا اولاد، جول للعراق، الله راسيه وسجدة الشكر لله تعالى، انفكت الشمسة، الله يراد ان جول اخ يا شباب، حلو يا علاء، ونشوف راية الله اكبر من مدرجات ملعب سنغافورة من الجالية العراقية، الله راسيه يا علاء، ويسلم راسك يا علاء، ككال عراق على عبد الزهرة، يسجل الهدف الأول في الدقيقة 3 من زمن الشوط الثاني 48 من المباراة، رأسية وشوف طبعا هذا تصرف غير طبيعي، تصرف علي رحيمة، الطبيبة تعتدي عليه، يا بعلى كيفك يعني عيني، الطبيبة تعتدي على علي رحيمة، والجمهور مستاء طبعا حالة نفسية. هذا سامال سعيد، سعد عبد الأمير يرجعها إلى سامال، تلعب عالية وتنتظر نشأة يونس، جول يونس محمود، جول يونس محمود، الله 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 يا يونس محمود، قالها يونس قبل المباراة وفعلها، الله 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 الله، هدف الاطمئنان، هدف الراحة، هدف البال يونس محمود، كرة جميلة يعني حقيقة، فاجئ الجميع يونس، ذهبت الكرة إلى الهدف، الله أخيرا عاد السفاح والعود أحمد، جول ثاني للعراق، جول يا يونس،
جول يا ابو ذنون. أعلى يرجعها إلى سامال، سامال يلعب الكرة أرضية إلى أعلى يقدر يسدد، يسدد يلا يا يونس هدف ثاني الله يا علاء. يتعور علاء يتعرض إلى كرة جميلة كانت، وسلامات يا علاوي سلامات سلامات. شوف تسديدة حلوة حلوة تسديدة ورجعت، لكن تتحول الكرة. شوف أمير صباح شات الكرة ممتازة أمير لحد الآن. أمير انذار على اللاعب دانيال بيت وخطأ آخر خطأ آخر وسامال. نشوف شوف اللاعب شوف اللاعب طبعا هذا على عبد الزهرة هذا على عبد الزهرة. لا 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 يا شباب لا يا شباب يردون أن نوصل إحنا إلى يعني عموما هو هذا اللاعب شوية هذا اللاعب دائما يعتدي دائما يبدل منه تصرفات. يا شباب المزيد من الهدوء المزيد من الهدوء يا شباب لا تفسدون فرحة الفوز يا شباب يونس.